بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما باب في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طبعا أم بابك دائرة شتوى دو مبستيها إلي إيه كان مبستي بي ولام دانوي خوارجة ويكي كيشان مبستي بي ولام دانوي جهمية كانوا معتزلية كان أو آياتي هنا وبوي الشمولي ولامي هردو لابكا ولامي يكميان كي خوارج عيداته بقسي إسحاق كوري راهويا عيداته رحمة الله إليه بك أفرمي أم آيات خالدين ما فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. فرمي أم آية همو وعيدك كبأهل توحيد دراوة همو هرشيك لأهل توحيد دراوة بويل أقرى بوهتا هتايا هتا هتاي أبدينية هتا هتاي مرتبط بمشيئة الله عشان بو أهل توحيد يعني واني أهلي توحيدا قناهي قوراكا أم آيتا همو أو آيتاني تر كبمطلقي على خالدين فيها أبدا همو تقييدا كام آيتا أي كابتشي إلا ما شاء ربك بو أهلي توحيد وبو أهلي كفر بو هتا هتا. طبعا خوارج كو مالي آياتي أنا كربا بضلقة بو أويك أهلي كبائر بأهلي توحيد يجبن بو هتا هتا لا أقران إيكا لو آياتانا وآياتي سوري نساء بكباسي قاتلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني عندما يتر علي أوي كبيري بكابوان منقط بو هتا هتا على جهنم خالدين فيها أبدا. وهو آتي تري سورة بقرة كافرمي بلا من كسبت سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أو خالدون أنا خالدين فيها هر هموي أوان بو تأبيد تفسيري أنا كري يعني بو هتا هتا بو يعني مرتكبي كبيرة كبو هتا هتا لا أقرابك هذا كافرة. جالير إسحاق كوري راهو يا رحمة الله إليه بيان أفرمي أم آيات التقييد هموي كرت كفرمي خلود بو أهلي توحيد لأقرأ خلودي تحت المشيئة نك خلودي أبدي أهلي سنة الجماعة دوالا. طبعا لما رد بو خوادي شو معتزلش لها معن كاتا شو معتزلش واحنوات مرتكبي كبيرة لقيامتا أوانش بأهلي أقرأ يزان بو هتا بلام لمصر يحترها لقرآن كافرمي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دو جارات ولا قرآن كواتب بس شرك هتا هتا غير أوانة تحت المشيئة شرك وكفر أوانة هتا هتا غير أوانة تحت المشيئة شكا همو شركي كيش كفر وهم كفر كيش داغلي شركة بيته وبشي ولا شيء وكانت باشا بو أو آية صريحة له ورونت له ما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء بمشيئتي خوي أورونا بلان بوم أم آياتي هنا بوأوي لباب كترا سمان بوبكا يعني لبرو أم آياتي سوري نسائنا هنا قرمي بهنا أبو بس برد دي خواري جمانش كتابك مختصرة زورترين ردودي تياك وكاتو مختصر يجب. أم آياتي هنا كأما أبي برد جهمي كان ومعتزل كان لسريكي تريشة وكألين جهنم فنابي جهنم نعميني وأم آياتي أكن ببلغ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وترجع جمع شئتي الله وآقرنا ميني بأهلك يو وألين لو بهشت جنامينك آقرنا ما بأهلك يو وأما ردي أماني بيداته على أمان لقل معنوي جهنمي كفاري نية لقل معنوي بهشتي نية أما لقل خوارجيتي كمرتكبي كبيرة بوهتهت على أقرانية تحت المشيئة بوه به جهمية كان الله معتنا كان ببلغ بوبابته شنك براسي نماني آقر
يا انقطاع عذاب، انقطاع عذاب وعقيدة يهودا قد يجو لك يا كانت لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أقرنا ما نقرأت وكاته كم نبي ويا جهنم جهنم أمينته أبوها تهتا والجهمية كان أثريكي شعبيش يعني كربة بلغك أثريكي مكذوبة صحيح نية كأفرمي مامي شعبي وتويتي إن جهنم أسرع فناء وخراب. جهنم زوت خيراترين بابلين اشتكى فناء بيو لنا وشونا يعني بس أثارك ضعيف ويجي صلوا أساسي كينيا ثابتنا بوليوي كواتا بابا كمان ردي خوارج معتزلة لسريك وكا كسيقلا سر توحيد بمري وقناهي قوريها بلا أوان كافر وبوها تهتا لجهنم أبا ما يتردي عن داته ولا همان كانت إشارة دبو جهمية كانوا معتزلة كان كارلن أقر طغاب انقطاع عذاب بيونا منه. أفرمي سألت إسحاق قلت قولوا قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد كامل سورة هودا هاتوا ما بس ليتشيا آية أو ما بستي لي ورقرين كخوارج معتزلو جهم يكان لي ورقرين يأخذ ما بستي كتريها. فرمي أما نبلغي بو معتزلة كان لقل جهم يكان لسريك وكالن أقرنا منتو نا بلغش بو خوارج بلغو ردي خوارج تيا كمرتكب كبير لأهل توحيد لجير مشيئة الله وهرشي آية تقل قرآن هاتوك إثباتي عذابي جهنم خالدين فيها كا بو أهل توحيد هارهموي أو مطلقان تقيدك أبويك أكون جير مشيئة الله سبحانه وتعالى أو بس كيلي. عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتت هذه الآية على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال معتمر قال أبي أتى على كل وعيد في القرآن. قال أبو محمد ومعناه عندي إن شاء الله والله أعلم إنها تأتي على كل وعيد في القرآن إلا التوحيد لأهل التوحيد. أفرمي جابر كري عبد الله أبو سعيد خدري هندي كتل لها ولاني رسول الله هرهم يوم تيانا وآتا همو وعيد كاني قرآن كبو مطلقيها توبو أهل توحيد تقييديك بتحت المشيئة بويك لجير ويسي الله معنى بوهتها تعيني. معتمير كري سليمان الله سليماني باوكم سليماني كري يسار فرميتي أوشبه ما شيئا انجا فرمي أبو محمد إيش أبو محمد إمامي حرب خويتي كأبو محمد تنلم كتابه أدي قال أبو محمد بس إمامي حرب كرماني خويتي أبي جفر من معناه لا من يجهر أبها ما نشي ويا هم وعيدك كبو أهل قرآن هاتوا إسا بس مرتكبي كبيرة أكا أقرب بيته وببروا قرب بيته وببروا باشا يقنا أقرب توبة وبروا إن الله هو يقبل التوبة عن عبادي توبة لي ورقيري أجر حدك إلى سر تطبيق كري حدك كفارة أبوي توبيك بشي حفتا كسل أهل مدينك بزيناك أركي وأود رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي حدك إلى سر تطبيق كري أما لباري أو دو حالتي ترو كبتوبة وبروا ياخد بحد وبروا أجر ببي توبة ببي حد بروا أنجا تحت المشيئة شيء قنا بودوانيك وبروا ليورجينا طاو الله لي خوش وجل جلاله. وكذلك قوله إلا ما شاء ربك إلا من استثنى من أهل القبلة الذين يخرجون من النار والله أعلم باستثنائه ألي رأي الله سبحانه وتعالى فرمي إلا كسانك نبل أهل قبلك يما لا أقدر يعني كيني قلنا أهل كفر بها تهتات يعني منه. طبعا جهمية كانوا تبان إنكارية واكن كبهشت جانب منه طبعا لأن هذا كان لنا وجه معتزلة على بزاق لنا وجه معتزلة على بزاق لنا وجه برا أهل سنة جماعة لأن هي تشي لنا وناجه يتشي لناو ناتشي إمام ابن تيمية رأيكي ليره كرأيكي قياسية قياسية هيج دليل كيني أبوي كألي أقري موحدين دواء ويلي دردين موحدنا عمانة ولا جهنم ما كجتو كوك إمام علي الله درقا كان جهنم أبو شيوة لسر يكن أقل لسر وبيابين أو درقا يكم كسوكترين عذابتيا هي عصاة موحدين تاوان باركان أهل توحيد أوي دوم هي صابئة أوي سيم
هي نصارى أو يتشوارم أما إمام الشعبي والله هي مجوسة هي يهودة أو يبينجم هي مجوسة أو يششم هي كفارة لمشركين أو يحوتم هي منافقين دركي أسفلها إمام الشعبي وآثر مين إمام الضحاكي جهر وآثر مين أفرمي درقا كان جهنم بوشي وطوط يعبون ابن تيمية أفرمي أو أخير بقياساته عقلي ما دام كسيتي أنا ما الله بوشيتي جل جلال بويا نعمانه أو أخير نعمانه بلام سلف أو قسيان نكردوا بلكو سلف فرمي أنا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسم توناتو أني بلي جزءك لو جهنم فنا أبي حاو درقائه حاو جزء هي جزءك فنا أبي بويا ناتو أني ما بلي وأقصي ابن تيمية عندي كثير لدواء أخوي وبها ماشي وكردو أنا تولى وأنا لتلب كاني وقصي أن كردو توا و بابلين بلقيكي لسرنية وهيجي إجماعيكي سلفي شي لسرنية أترى توانين بلين راي خويتي نيبي كاو وبابتي كي غيبية وأبواء قصيتي أنا كذا كإمام ابن تيمية بوخوي زور طن لو بابتانا كلا أبواب غيبية أقسبكي بعقل بشيتنا حتى قاعدي قوري أهل سنة وجماعة كقائديك استقرائي خوي أفرمي أفرمي من استقراء قرآن وحديث مكردوك إما نابع عقل بان برنا اشتكو كغيب بيد يا وش تغيبي شو كجي سبحان الله لو ناحية ورشت وبلا هيت شونيكي بجهنم نهاتو لشريعتا فنان بيتو بلكو الله سبحانه وتعالى كباسي أهلكيك أفرمي لا يخفف عنهم من عذابها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ ما نهم آياتك باسيواك أو عذاب سزاء أمينية وبهاتها تال جهنم باشا نفرمي عن أبي بلج سمع عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا ما حديثه قد ضعيفة ثلك ضعيفة لا عبد الله كري عمري كري أنس وإجارته ابن عدي لضعفاء هي نابيتي ومنكرة صحيح نية جاء لدواء مي أو ويكب صحيحي هنا لتفسيري أو آياتي أو أنا هنا كضعيف لتفسيري أم آياتي أبو هوش داري بأهمة ديارة إمام ابن تيمية حملي أم آثاراني كردوا كبوسر أويكا أو درقائية كما كأهلي توحيدي أقرا كيبو كجاته و أم آثاراني ضعيفا صحيحني بهمان شوي هنا بيتي لا أبو هريرة فرمي ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أو يشبه ما شاء وثلك ضعيف قال عبيد الله كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين سلي رأى أفرمي عبيد الله فرميتي هاولاني إيما يعني أهل سنة الجماعة وتو أنا ما بستي بيتي ما بستي بي موحدة كان أحقري أوان ابن تيمية جهر أوي وتو برا مثالك الضعيف باشا أنا فرمي هو عبيد الله التميمية ويكالي رباسيك ما مصاي إمامي حرب خويتي وسمعت أبا عبد الله محمد بن ناصر الفراء قال نازلت سليمان بن حرب وعبيد الله بن محمد التميمي وأبا عبيد ودخل كلام بعضهم في بعض والمعنى واحد قالوا إن للنار جواني وبراني فلا يدخل أهل التوحيد مدخل أهل الكفر والنفاق لأن من أدخل مدخل أهل الكفر والنفاق لا يخرج منه أبدا أما تسمع إلى قوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى والعرب لا تسمي الشاة المصلية إلا ما تشوى في وسط الجمر يحفرون في الأرض حفيرة فيجمعون فيها جمرا كثيرا ثم يعمدون إلى المسلوخة فيدخلونها وسط ذلك الجمر حتى تغيب فيها فتشوى فيها فكذلك يا فذلك المصلى
عندهم. فأما الذي يشوى على ظهر الجمر أو المقلي أو في التنور فلا يسمونها مصليا. قالوا فمعنى الحديث أنه لا يدخل أهل التوحيد مدخل أهل الكفر والنفاق وهو جوف النار وأسفله. يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وتلك النار أعدت للكافرين. وأما معنى حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان إنما معناه يخرج من براني النار. قال أبو عبيد أبو عبيد الله فنرى أن حديث عبد الله بن عمرو إن كان له أصل أنه يأتي على جهنم أحايين ليس فيها أحد إنما هو موضع أهل التوحيد. وقال الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فإنما يقع الاستثناء عندنا على أهل التوحيد في الآيتين جميعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لأهل الذنوب. فهذا ما أولنا والله أعلم. أفرمي محمد كري نصري فراء أما خوي قورة لغوية سأماني كباسيا كام إمامانا سليمان كري حرب عبيد الله كري محمد تميمي أبا عبيد أما قورة لغوية كاني محدثين باشا قورة زمان زانا كاني محدثين شون أم آت آتان أقسكي عبد الله كري عمري كري عاص وأبو هريرة ليك دانا أبو عمان أبمشي وليك دانا أفرغون آقري جهنم جواني هي وبراني هي باشا براني جهنم ما بستي أو جغانيك قولاي جهنم نية جواني ما بستي أو جغانيك كناخ قولاي جهنم باشا على جهنم جواني هي يعني قولاي ناخي هي براني هي يعني ليوارو سرقولي فيها قمان سرقول بشي سروي بي علينا هوا جواني براني جيك فرموي أهلي توحيد ناشنا أو جيغا يعني أهلي كفر وشركي تيا ناشنا أو جيغا يعني أهلي كفر وشركي تيا بهيت شوية ناشنا أو جيغا يعني أنجا أفرمينا بيني الله سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لا يصلاها يعني ستو لواني بوصول تفسيري كي قيشتن بآقر بس خوي أو يصلاها بمعنى قيشتن علي عرب علي شات مصلية شات مصلية لا أو تشي لا عرب مريكي مصلي مريكي مصلي تشي لا عرب قال لا يصلاها يعني هيك كسيناب بمصلي لجهنم أو معنى كيدي إلا وكسيك شقاوة أهلي شقاوة يقناه كسيك أهلي توحيدة ناب بشاتي مصليتي أي شاتي مصليتي على شاتي مصلي بنيتي لويك عرب أو سالك كونا شالك يكر دوا يا تنوريك يلا جيرسا باشا بر يكر لا قر لا بشكوي قورة قورة قر برخيك يهينا كبيستي دا معليمو اي كر بأسنكو شور يكر دوا بناو قولاي او آقرة كجمرة كانت يعني او مصلية كالي لا يصلاها يعني اهلي جهنم واشنا نعو جهنمو كافر كان شش درجة عنك وكو باس مان كريس أفرمي بغير أو مصلية عرب بينا على مصلي في على مشوي برجاو سوتاي شي بينا ودري أوان لسروتري تنورة كودا عندري ياخد لسروتري أجرة كودا عندري لأجرة كي سطحية دا عندري كودا أو أجرة وأجرة فرق يعني بويا أجري موحدين فرقي هي لقال أجري مشركين وكافرين لقال منافق أما بابلين كوي قسك هانيتي افرمي اگر ايما بلين قسكي عمري كوري قسكي عبد الله كوري عمري كوري عاصي جراستا ها فرميتي فمعنى حديث افرمي ان صح اگر بصحيح ايش داي ابني باشا معنى كيتشيا اگر بلين اصلي كي شي هي بس يعني ان صح ان كان له اصل يعني سندك صحيح يجبو شونك أصلي حديث سندك يدي سندك ضعيف بيه خوشي كبه سندك صحيح خوشي ورق ده أقر أصلي كيشي هبه يعني رجل رجان إما بما ندرك وتوى ضعيفة أقر رجل رجان درك أصلي كيهي وصحيح إيشا آلين أمام بستي بي أهلي توحيدة باشا كجيغا كيان لجهنما نامين شونك أندرك رين شاك دار با
درچوني أهلي توحيد نماني جيغا كان معناي طبقة كانية همي بفوتين إمام ابن تيمية أو إلي ورقرت وكات شانا أثرك ضعيفشا معناي طبقة كانية بفوتين بزمان لين معناي طبقة كانية بفوتين بس أهلي توحيد جيغا كان نماني إتر أوانا شيك آخر كسن لجهنم دينا درو كالله سبحانه وتعالى برحمي خوي دريانك هندي كي بمشت هندي كي شي رقية دا كبيت دروا أو كسيك عليه بعبرو مجيرة ودارة أو داريت لو داريت ابتدوا أي داعين أو بهشتك أو ما بستك يعني أنجا فرمي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أفرمي أما فإنما يقع الاستثناء عندنا على أهل التوحيد إلا ما شاء ربك أو استثناء لو يعني بوكي كسان يقنبي الله جل جلاله نيوي استوبه هتا هتا يا منه أفرمي وأهل التوحيد أهلي كبائر بس خوارج لنا الله أواني شو يستهدي بواتا تأتي أب منه أما أثرك زور عظيمة ولا سيق قورة لغوي كهرهم إلى طبقي ما محمدا كتفسير يكا بومن تفسير يكا بومن باش أنا فرمي عن جابر بن عبد الله أو بعض أصحابه في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذه الآية أتت على القرآن كله أو لك شاء ما شاء عن ضحاك في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال إلا من استثنى من أهل القبلة الذين أخرجوا من النار إمام الضحاك شهر رايوة كما أنا أهلي توحيد وأهلي قبلا كلا أقر درجا بهي توحيد كانوا وأما الذين سعيدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أي شبه ما شاء الله إلا من استثنى من أهل القبلة الذين أخرجوا من النار أو أنا شيء أهلي سعادة لبهشتان تا هتايا إلا كسان يقنبي الله جل جلاله هيشتاني بيستو بينا باشتو أهلي سعادة برام هيشتا الله جل جلاله نيستو بينا باشتو بو أبي بشنا جهنم باك بنو دعايا هنر درو علي أوش لو ياش أهل مبستي وجماعته أو تفسيرك يدي طبعا بو أوي بزان إنك بهشت لقل جهنم فنانا به وطبقاتي آقر هيشي فنانا به كتابي صفة النار يبنو أبي دنيا بخير نوشتي زور باشتيا ثاري زور شاكتيا وكتابي بهمان شيوا وصف النار ابن رجبيش هاو شيوا بابي سي فرمي بابو ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كتبت نبيا طبعا ما رد بو قدرا بابش رد بو قدر يكان كي نبيتي كان فرمي بابك بوم دارشتو لباري او صحاباني كبرسياريان لرسول الله كردوا صلى الله عليه وسلم تو كيب كرا نسرا وبيو بيغمر لاي الله جل جلاله كين مسلمي كبيبة في غنبر فرمي قلت لإسحاق حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا قال آدم وآدم بين الروح والجسد ما معناه قال قبل أن ينفخ فيه الروح وقد خلق أفرمي ميسرة الفجر يشيك لصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم برسياري كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تو كي نسرى ولاي الله كبيغمبر بي كي نسرى طبعا بيش خلقي آدم وحواء ببنجه هزار صال نسرى أما فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مدايا أو كاتيك هشتا روح نكرى أبو ببري آدم آدم هشت لنا وقركي خويا أبو لرواياتك إتلا فرمي وآدم مندجل في طينته هشت لنا وقركي خوياتي وش كي جنبوته يعني بيش خلقي بيجوي أو خلق كري وتسوية بكري نوسرا وكمن نوي أو مو ببيغمبر عليه السلام أو أم بس كيدي فرمي بس يوي بيجوي روحي ببلا بكري والروح وقد خلق أن ينفخ فيه الروح وقد خلق بهمان شيء وفرمي عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد هرهمان معناه طبعا ما رد بو قدر يكان كقدر يكان الله مشتغلنا النسرة لأن النسرة كالرودة أنجاء النسرة أبو شيء إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وكوتمان دو تفسير كرا والنسخي كان نسخي شيء ملائكة لألوع للوح المحفوظ إيه معتزلة وقدري وأمانة باريان بوني نسخة كي تريشان كامي نسخة أعمالي عبدك أنا كأن جاميا ملائكة كراما كاتبين ينوسن كباري بمانية جبريا كان كجهمي كان جهمي كوري صفواني كاري ويكد
وكيكش عندك لا أشعري كانيش بهمان شيء ناويتي عن أبي الجدعاء قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد أما الرواية كان هنا ناويتي لشان صحابي كثيرا أبي الجدعاء هر هنا هر ميسارة الفجرة أبي الجدعاء إيشي بيه وتري هرو فرن باب في الرؤيا بابك الدامة نشتو لباريت شيوا خوبينين طبعا خوبينين حقا خوبينين حقا وبتايبات خوي بيغمبران وحيا خوي بيغمبران وحيا أوي إنكاريبك كافر به باشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى رؤيا الأنبياء حق بعد كده فرمى وحي خيب يا غمران حقا خيب يا غمران وحيا وتصديق يمل قرآن شاهي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا لقال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لي ساجدي أما نهى ويبو ما نسلمين يكا خوبينيني بيغمران وحيا وحقا وإنكاريك لذني كفرك يا إنكاريك معتزيلة إنكاريك ويا أهل سنة جماعة إنكاري خوناكا بلام كان أصولي كان هي لخوناك رسول الله صلى الله عليه وسلم بويد ياريك دونيك لو أصلاني كهيانا لمسألي خونا بريتيا لويك خون سيبشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وافل الرؤيا ثلاثة خون سيبش هم يكشي ونية يكميان بريتيا رؤيا الحق خوي حق كيوجا فرمي وهي المبشرات تراها المؤمن أو ترى له بريتيا لو خواني كمجدي إلهية بو عبد يتري يا أخوي أي بيني الله جل جلاله وجدك بخوي دا ياخد با إيمان دارك يتري أداك بويبدا إيمان دارك خواك بوابيني أنجا أفرمي لما يانا بيورشي أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا أوتان خونك راستا كراز قوترين تانا يعني كسي دروزن خواكي رازني اللي يورنا جيلي هو بو معلومات باشان أفرمي وجوري دومي الرؤيا من الشيطان حلم من الشيطان حلم الشيطان أي هنا تبي الشاوي هنا تخيال بوشي أفرمي وهي رؤيا تحزين بو خمدان بتو بطاقة كدني تويا وأفرمي إذا رأى أحدكم ما يكره قال لك لا إيه وش ليكي بيني خوني كي بيني كبزار يكر تحزين بو نارحت يكر أفرمي فليتفل عن يساره ثلاث سيجار تفكى بلا تشبيا وليقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت وشر ما فيها أي برورد قارم بنابة توقرم لشر أوي ديوم ولشر أوي شيك لنابي هاتي أفرمي فإنه لا يضره أقر أو دعاء بخواني كخبري بيو الذكرى بخواني زلالي بيانا عقيني لرواياتي تراها هاتوه هسي دزنيش بقري هسي دور كادنجيش بك أو زلالي بيانا عقيني وهاتوشا صدقة بكانت شنك صدقة بلا دور خاته ولا إنسان أقر خونك بوني ويلي وهاتك بلا بسرتان دعبس أما جوري خوني دوم بوشي أو تعاملي لقلك جوري خوني سيما فرمي حديث النفس الرج قارة مشغولي بشتيك وزور هوش لاعتي شو خوي بيوابيني ترو معنى وني وشتا طابع حسابي بوكي وخونا حسابي بوناكي وخونا حسابي بوناكي وخونا وبرسيتا خوي خوبا نان خوارد نوابين تونيتا بهمان شو إنسان يا خوي ديوة لخويا طنجاب والله سبب شيء بتواري ترى قل جاكي خويا كديتي لخويا خوي بطال كده توأم بويا ما حديث النفس أحكام إلى سر بنياد ناندي بحال دروني إنسان كيك وما لي بابتي تيا خزن بوا لخوي شايته وخيالي طاهي تشتقني يجي اعتبارك بودا ناندي أما هرسي جوركي خونا وهو شو نتي تعامل كدنا لقليا أهل سنة جماعة بمبي وراني رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بخوناني أكي قلت الله بيوركاني أهل سنة جماعة وخون بريتيا لشي أحكام المنام ليس كأحكام اليقظة
حكمكاني خون وكو حكمكاني بخبر بنين باشا. بل تحتاج إلى تأويل بل كو بيبس بل اقدعنا وهي يوسف عليه السلام ودي جين بيلي يانزا سيرو خورو مانقن بيني سوش ديان بوابرد باشا إخوة سيرو مانقن خورو أنا سوش دنابن و ناشتو آنی بله آم برآکانی دایکو باقی خور و استیار و مانع و آنها و ندوهم بله محکم مکانی جاوزه بله لک بدیله تو لک دانه وقت چی بو تو پلو بر زبی تو برآکان حسودی پیاون آوا بله لک دعای عقب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا بهوی بحسودی کن هر خوش آمدی آنچه يوسف و أخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال و احكامي خون وكو أحقامي حقيقيني جاكر بلي ولا أكو حقيقي وها كسي خونا بيني ببي غمر صلى الله عليه وسلم دعاية ربي بلي صحابة خي بيني يتي وهاني جي بينا أنا أكو يقظني و أبي أجي أوازيب كي لنيوان أحكامي خون وأحكامي يقظة أما خالي دوم خالي سيم بريتي لوي لا تقصن رؤياك إلا على عالم وأمين خونك ونجريته بويك يا نبي كم سيمرجيت يا بلال رواياتك هاتوا ومحب لك سيمرج يا كم عالم به بل يقدانا ويخون أصولك أني بزاني أصولي خون ليقدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولاني فير كردوين بوي الزور بيك كتابي علماء كانوا يسيبي أنا هلا قديم هو كتاب الرؤيا معناه لو كتاب الرؤيا يعني أصولي ليقدانا ويخونا في لك رسول الله صلى الله عليه وسلم همو بيان يدان اشتوى لدوائن ويش فرميتي بس صحابة كان كي خوني كي ديو هر كس خوني دي بابو إليك دعوت اگر كس خوني ندي خوني كي خوي إليك دعو ولو يافي إليك كردن كأمشتل خوا بو إليك دريتو اشتب بو إليك دريتو أم خونا بو آيات إليك دريتو أو خونا بو حديث إليك دريتو أو خونا بو حديث تو جبب أمانة بزاني عشان بويا نا قلنا تو خوني قليك بيتو بأجابي كم خونا ربت بتش عتيك وربت بتش حادثيك وربت بتش حادثيك أبي أو ربت أنا بزاني نجت وين ليك بيتو وأبي حالي كسك الشهر زامي نبي هالخوتو تسكي بخولي قدان كابراه يا بولاي ابن سيرين الله خون ديو الأخوة ما بعند معه فرمي أشي بو حاجة كابراه كتير بدعاء الله خون ديو الأخوة ما بعند معه أرد زيكي دستمر. كابري إيش كي همانش طلع لخو ما خون مديو بانج معه. على بيبا بانج خوازه بيبا محدث. على نهرسك يعني خوني عندي بوتويك سيد تأويلي جوازه بيوتن. فرمي يا كم يعني سيري حالي مكرت. كسابتك أو مالك وكاتب ويه حجبك. خونك إيم بتش آيات بوليك داو. وأذن في الناس يأتوك بالحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ويجب حج وآت ليكم معه أويد وام كهاو سيرم كتشاو شنوك تشاو إلى مالي خلكية زايم تشيد زيبة وآت بوم ليك داو أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هوا أوي سيامي جالي هستم كرت الله بعلمك زوري حسبيه ويبو بوم ليك داو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هوا بويا ما شو خون بجريتو بويا كي جاهلي نفامي نزعنا الأخوية وهر تأويلك بوليك باتو دواي الرودة على سر جيبة قال خونا كشباش بيو بخراب بوليك باتو للتفسير يو آتيك الله سبحانه وتعالى فرمي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أو دوانا كديان خونا كاجرنا وبو يوسف عليه السلام كبويا ليك داتو وبو مالي تو لخاجة دريتو تير لسر أخوة بوي جالي توش رزقار بيدرشيت بيجيك يا بدر لاي مليكك او كان الله والله من خونك بدروك يا رود بدروك يا رامت والله واني خونك على تازه شلون بملك دايته اول سر جيبه جيبه رك واش جيبه جيبه ابو انسان قاعد هل خطو خولك ما يرب خلق قركي بسريه بلاك هكا نازان برو ملايك اللي بزاني مرجي شنيك همو كسي همو خوني بزاني يعني اقول جيتو خون نزاني واش بنجي خون بزاني خوني جاي زاني تو عينك بيتو خوني جاي نزاني تو عينك بيتو طبعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خونا ببو عالم بجريتو وأمين به لليك دانا ويخونا كيابوت شون كان هاوت مانيسا شون ليكي باتو هكذا وسيميش خوش ويز بيبوت توي خوش به ايت الدعاء خون ما جرى روبو كسيك أبو شو أبي بوليك بدريتو أما قاعدة بامبلين شوارن بولا مسائلي ليك دانا وي خونا قاعدة بينجم مرجنية خونك بزوي بيتا دي مرجنية بزوي بيتا دي لو شلا عين ديك درنقا بيتا دي لو شلا عين ديك نزيكا بيتا دي وخون بشيقنية لتقديري الله بابلينك يترك ليك دراعي وبيحرك اواروبا خواوا بيستويتي مرجنية لو أنا بشيويك تر ليك دريتو وكوين خوي تقديري الله جل جلاله بس مويا نلي يتر طوا ما دام او خونا من ديو تشارن وسكم بي حروابه او كابرا تلفوني قروتي لخو ما بي انتم توجني فلانا كسي اي تشارن وسكم بي حروابه يعني تشارن لا الله لا قدرات يا روي او ني لخو كابي انا دي كان الله اصلا شيطان بنات ولا خو كابي وبلا بلا تشارن وسكم دبي فرمي عن عباده بن صامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام طبعا ما حديثي ضعيف بلام وكو قسي عبادي كري صامت خوي هاتو كافر ما خوني انساني ماندار كلامي الله على قلي خوني انساني ماندار كلامي الله على قلي او وكو قسي عبادي كري صامت هاتو واقسي عبادي كري صامت تفسير ابو حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ما شي او تابدوا اياه هنا ياتي لك يا هلا عبادي كري صامت وكافر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي رؤيا المؤمن جزء من ستة أو أربعين جزءا من النبوة أو هذا خلاف من الوحي خوني إنساني إيمان دار بشيك لسيوشش ياتشلوشش بش لا بغمرات يعني لوحي إيه على أو وحي يشتيا كلامي الله على قلو إيمان دار عبادي كري صامت بو تفسيريك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة أبو هريرة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خوي إنساني إيمان داري صالح بياو تشاك خوكش تشاك به نك خوك خراب به دو مرجينا خوك تشاك به وإنسانك تشاك به بشي يكلت شلوشش بشي بيها غمراتي عن وكيع ابن عدوس عن عمه أبي رزين العقيلي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا برجل طائر ما لم تعبر الرؤيا بالرجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت الرؤيا جزء من 25 جزءا من النبوة وحسبته قال لا تقصها إلى على واد أو ذي رأي أما أب حديثك أسيما بآياتكش تفسير من بوشي وكر حديثك شهر تفسيري وآياتك أفرمي شي خون لقردني عبدا رونا دا تاليك ندريته كليك يجدرها شون ليك درها أور ودا والرؤيا برجل طائر أم بس يوي يعني لقردني آياتي يشتارونا دا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكو آياته جاء فرميك تعبير كرا ليك درها أبوي شون لك دراوته واكبه ورودا خونك وفرمي خونيش يقل سربستو بينجي بيغمبرات يكايبيني مير روبوك سينبي واد بي يعني خوشويستد بي ذي رأي بي يعني خوني علم بي بل لك دانوي حديث او اختب بيغم روبوك عن ابي رزين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا المسلم جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم تحدث بها فإذا حدث بها وقعت قال يعلى وأحسبه قال لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا أو همان فرمديت لبس جوازي الألفاظ كان يا هيا ليرا فرمي بستوبيان جباش لو يرى تشلبش خوي تشلوش أجباش كثابت بوا إما أوان ورقرين وفرمي خونك رونادا هتاوكو بوي ليك ندريتو دوائك بوي ليك دريا وچون ليك بدريتو آوار وادا وفرمي دواتريش فرموي ميجر روبو حبيب لبيب نبي حبيب كسيك كخوشي بوي لبيبش كسيك كعاقل به كزعنابه بل يقدر انا ويحون
عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفذ عن يساره 3 وليستعذ بالله من شر ما رأى فإنها لن تضره. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرميتي رؤيا لالله كمبشراتك، حلم لشيطان كوان تحزينك رؤيا التحزين خمه نرى أو كم مجددة أو أميك خمه نرى هل يكلي وخونك بيني بينا خوش باسي جار تفكا بلاي تشبيا بلاي بردقارم بنا أقرم بتول شري أم خونك ديوما. فرمي بوشي وزر دي بينا أقين. عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفذ عن يساره 3 والاستعذ بالله من شر ما رأى فإنها لن تضره. هذا شيء فرمدكي بيشوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل غلة، والقيد ثبات في الدين. وكان يقول: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول: لا تقصن أو لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرمي يم حديثة صحيحة شيخيني لسنين ترمذيات وحديثة صحيحة. فرمي إمام مسلم جرايات وبجوازي الفاظ بس أم لفظة كي ترمذي هنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: خون السياجورة إيكي كان رؤيا حقا، وإيكي كان حديث النفسك، وإيكي كان لشيطانة، وإيكي تحزينة يخفت بيدانا. طبعا لباري أو تحزينة جاري وهي تحزينك قالت آميزيشا وكو كابلائي يا بولاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: لخوما سرم باري برايا كن من يجبدوا عراما كد يقرمو. أنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي: أقر شيطان قال طيب يكيك تانك الله خوي أنا يبي جاري توبا خل ويخوي كل شيطان وبيني جاري توبا باش وباش تنشته. أفرمي هل يكي ليو خوي كبيني بينا خوش بو باتشي بكا هل سين نياش بكا بلام. طبعا ما كي دعا ويكا سيد فكا بلاي تشبيا كاو أعوذ بالله من شر ما رأيت أخواني أنجا تشد نياش بكا أنجا نياش. وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمي: يعجبني القيد وأكره الغل. طبعا قيد شيء استقامة الثبات على الدين خوي وافرمي ثبات في الدين لدينك تاجي يربي دسيلي الله قلي برينا دي تنزلتي أنا كي غل شيء غل يعني بابلين غش كردن لديني خود خوي دزية دزيلة غنيمة لدينك يخود غش بكي دي قيت يا كبام يجنا كم كل خو بيناش مزان دي قيت يا كبام ذكر جنا خيم دي قيت يا كبام عاتجنا زان بطلبه علم جنا كم باو درس بفوتين باو كم أما هوي غلول لدينك يخوتكي. وفرمي أشي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم: هركس يمن بيني لخوني أو بحقيقي من هدي وشنك الشيطان نات وأنا خوي بكاب من وبينيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لخونا بها موشي وما دام ليو تورانا بها من خير وبركة. حتى علماء فرمون ليش تورا بها خير وبركة شكا يوين راسك هاتو نسيحتك أو كتوان لهندي صحابة تورب وفرميتي وهم كوابك راسك البطو ويبا موشي خير وبركة. وفرمي وكان يقول: لا تقصن يعني خوي بجير الروب وكسيقن بك عالم به وناصح به ناصح وأمين به باش. أنا فرمي أن عبد الرحمن ابن عائد الأزدي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالرؤية الصالحة فإنه لم يؤمن بالله ورسوله. حديثك ضعيفة بلام اعتيادي ويباري بخو النية وبحقي نازان لهي بيغمران وتآخريتر أو معتزلة كان وكافر كراون أما مسلي كتاب الرؤيا. فاشا نفرمي باب في الروافضة أما بستي تشيك على في الروافضة ما بستي جروبا كاني روافضة هميتي أقربيتها في الروافضة زيادة الجروب هيك قلتوا بلام كالي روافضة يعني طاي جروب كان بويا لأخيري بابك شو باسي هندق لجروب كان كابا جيا جيا جالي رجع فرمي لهندق لنسخة كان نسرى باب في الرافضة ما جمعني هنا الروافضة الرافضة. طبعا إمامي دار قطني رحمتي الله إليه
زور مبتلا بو ولا بغداد بروافضه زور مناظراتي هب ولا قال يعني زور مناقشه كردون وزور ردي درود لسكان يعني داوته ولا قال يعني دانشتو زور بابد لو شوي فرمي شي افرمي اول عقده الرفض تفضيل علي على عثمان والكلام في المعاويه بامي دار قدر رحمتي الله الى بوافد فرمي يكمين القي رفض كي درتو خوتي بي وغري وردور دبر ورافض ابو نري بريتيا لوي بلي علي احق ترب ولا عثمان بخلافه وعلي باش ترب ولا عثمان وقسج بمعاويه بلي بلي معاويه خراب وابو وابو او يتد يا كم هنقاو بونا وبن برافضه واو هنقاو شينا تاوسر الري حتى اوسر الري كامل اي برافضه بهم الشيخ و عبد الله كري مبارك فرميتي المعاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن نظر إليه شذر اتهمناه على ما بعده فرمي معاوية أو برديك كهاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشتيوا باريزراون شارراون هاركسي سيري بردك بكم بك سيري بردك بكم بك يعني يا ويتر إلا سيري واني ودي شو بكمك قال إيه مش تو مدباريك إلا دينك قال إنتو أرق إلى صحابة باشا بوي يكم عقدي يكم عقدي روافض روافض بون برافضة بون بشيعة بريتي لوي سبكي لسر معاوية أزار رحمة الله إذن لعمري كري عبد العزيز فأبرسن لا عفو لا إمامي عبد الله كري مبارك برسن رحمتي الله إليه به معاوية باش بويا عمري كري عبد العزيز أفرمي توزيك كتشوى بلوتي معاوية غبار دخل في أنف معاوية في سبيل الله أحسن من 60 عمر لرواية راهاتوا 300 عمر ابن عبد العزيز أفرمي توزيك كلا جهاد على قر رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بناو اللوتي معاوية يا في من خري من خارجاته بناو اللوتي يا رشدوا باشترا لسي صدنا عمري كري عبد العزيز يا لا صدنا عمري كري عبد العزيز يا شصدنا هم يهاتوا روايات كما تا هروك ابن مبارك فرمي لا نساوي بالصحبة شيئا هيتش دي يكسان ناكين بها والدتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هرشي عدلي دنيا هرشي بخشيني دنيا هرشي عبادتي دنيا هرشي جهادي دنيا هرشي خير وشاكي دنيا ناقا توا وصحابة بو قوم اختارهم الله لصحبته وكو ابن مسعود فرمي قوم يكن الله جل جلاله وليب جاهدون بها ولي رسول الله قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه قوم يكن الله سبحانه وتعالى لين رازيبه أو آنجل الله رازيبنا وني بخشين في بخشين قوم يكن كهموي بليني بهشتي بيدرا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى ارحم يعني بليني بهشتي بيدرا حسنى ابن عباس فرمي الجنة قوم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمي اقريك يلا ايوه بقر احد آلتون ببخشينا اقاتوا بني ومشت خورما ايوه يا داربا معاوية بتاي بدل صحابانية ك آية شاهدي إيماني بوداو وشاهدي بهشتي شي بوداو لجنك حنينة سيك زمانة ولقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كجنك قرم بوزور بي رايك أو سيك سيمانة يكلوانا أبو سفيان بو يكلوانا إكرامي كوري جهل يكلوانا معاوية بو أظهر رحمة الله إليه ويزيد إبراهيم معاويش أعتكج فرميتي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على المؤمنين على قلوب على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الله جل جلاله سكيني خوي هوري وآرامي ودامز راوي دا بزانا ناو ضلي أو إيمان دارانا كرق الرسول الله كي لقلامه
ألو جنجا أبو سفيان إلى قلاب معاوية إلى قلاب يزيد إبراهيم معاوية إلى قلاب ولها من كاتشا إكرام كري أبو جهل إلى قلاب وأبو بكر وعمر وعشرة مباشرة كهم يعني إلى قلاب أما أعتقد أبو جنجي حنين جنجي حنين كام جنجي آخر جنجي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر آياتك لباري صحابة ودع بصيو هل سوريته وبهمو إلى دواي جنجي حنين ودع بصيو همدي آياتي سوريته وبالوان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنها أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أم آيات لحج ملايا دع بصيو آخر أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولكان يما يتبع خيانه أأمانهم صحابان هتائر والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كيت يا كيت يا أبو سفيان يا معاوية يا وبلاكي معاوية أمو ذاك عن اشتياك وتأمان آيات فضل يوان من بوتش سبيان دو آيات كدام وزيون بويا رافض كان رافض كان دين بمعنى علن أوان لطلقان أو مصطلحين دانا أو بين يكس لأهل سنة ومصطلحي دانا أو مصطلحي دانا بزان دو تسألوا صحابانا بل إلا طلقان جابوا لطلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اذهبوا أنتم طلقاء هيج كزوي بكار نهينا أو بين بل كوبيان وتلاوة والذين اتبعوهم يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان رضي الله عنهم اتباعي مهاجرين وأنصاري أنكردوا بإحسان رضي الله عنهم وزورك لزانا يعني معاويش وابو سفيان يجب مهاجرنا أولاً شنك كرسول الله دي أبو فتحي مكام يجدر شيء هجرتك على قلع عباس أبو لي لقال مالو من عبيا كدارب وسنكي للسلوان برو روافض بون روي هندي كتل لزانا يعني فرمي أنا أول عقد للرفض هو الخوض في ثقيفة بني ساعدة يا كمين هنجايبون بشيعة والروافض بريتيا لو يكقسبك إلا سر مسألة ثقيفة بني ساعدة كأبو بكر صديق البجرة والله علي لوين أبو تابعتي بيبا أو غدر لعلي كرا إخوة زبيري كوري عوامي في لين أبو زورك تلا صحابة كاين لين أبو يعني غدر لهم يعني كرا ثقيفة بني ساعدة زورك لصحابتي يعني بلام أوان ده صحابتي يابو كعقدك داب مزريبي يعني ودواتريش علي كوري أبو طالب خوي هاولا مزقود بديار مكسو بيعتي داب أبو بكر الصديق حرا وعسرا زبيري كوري عوام وما باقي صحابة كانت أويا كم عقدي رفزة بهمان شيوا هنديك تلا سلف فرميو أنا أول عقد للرفض هو الكلام فيما وقع بين الصحابة يكم دانا عقدي رفض روافض بون بريتيا التي بريتيا لويق سبكي لو فتناني لنيوان هاولا ناري داو دم بكي تو باسي وبكي طبعا علمانيا كان يجبدوا روافضة كان أميان قوستوا تو حرب يعني طعن لم دينا بني اكزور لن صحابة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دواي خوير شر يعني كدو دروجة كان دروجة يعني لجنجي صفينا باشا صحاباني باش داريان كلا بنجا كان يدستي باريان ناكل لجنجي جمالي شابها مانشيو إمامي شعبي والله ابن سيرين فرمي بهدو لا ناقش تسي صحابة هاني باش دارياك باشا وما جهلة كفرة شركة إنسان أنا قلت يعني التأسس إخوان نقصاء كان لسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله باسي بيز دانا صال بيستو سيدانا صال جهاد وبشتي واني كردن وسرخصني ديني صحابنا كان باسي دو شركا كهريكي تاقب تاقب روجيكي جنبون أو نقطية أو نقطة بشوكة كانوا قنبوا لنا وهموا شاكا كاني أنا هموا شاكا كاني فيها صرنا أو أنا ملعون وخبيثا دواي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي صالي خلافة لقل أو شوار خليفة أم صحابان الجهاد يعني كردو دين يعني سرخستوا أو بانجاو سي صال باس يوانا ناك بانجاو سي صال شاكا باز ناكا دو تاق جنك كا كم ترين رجاي صحابتي يا بجداري كده بس يواك اي ترى ليش وانا امانه يبقى انا بويا كانسان مغرض بو كيزون بو بو جن بو باسي جنجي جهاني ناكا باسي جنجي نيوان فارد ورمكان ناكا باسي جنجي جاشو كويلغان يا ناكا لو بينه باسي شرينا اخوي خوتان ناكا هي كرد
دي باسي صحاباك آوان كدو آوان كدو آوان لكاتك دو تاق شر كراو لنوان صحابة و أو صحابة نشي باش دار بنتي على فانجا كاني دستي باريان نكرد ولا هر لايك بويا ويا كم عقدي رفض للعيز ولا كتل زانان بويا ككتبي سلف أخواني تولى باري الصحابة ويا كم شدة فرمية كم بابتك لصحابة قرنقا بيزاني كتونا بي أن تخوض فيما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بودنية دم خيتا وبابتانيك ريدا ولا نيوان هاولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استايا يا كم عقدي رفض تشيا بريتيلا الإيمان بنظرية المظلومية يكم عقدي بون برافضة بريتيلا وإيمان وابه كباقي صحابة ظلم ينكردوا لعلي وآلو بيت ويكم عقدي رفضة يكمين دانا عقدي رفضة وبابت بداخ وكامر وخلق يزوري جوالي عشان بزاهل سنة جماعة دفربون كل اجتهد واجتهاد علي كان حق هادو لا اجتهاد ينقلوا اجتهاد علي حقه بكابيتي او لا بوا باشا معاويه رحمه الله عليه باجتهادك يش حق بوا قبل حقنا بوا اياتك بدر اخيت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وبدر يغيده اياتك على صلاه الدين دس كسكاري كجرا وكامام عثمان امزاي معاويه كري أبو سفيان رضي الله رحمتي الله إليه يترى أو ما تولك السكاري وأوليتي فقد جعلنا له سلطانا ده صلاة يوم ما ناوتي ده أخوين كيكا أو يش حق بوه بلام كاميان يعني لا بيشتر بوه علي كبريتي بو بيعد بان جا أخوين كورا قرين بيعتنا ده أخوين كيكا أو يعني حق بوه بوابلي لا بيبلي نا الصحابة هم يظلمي لعلي كرا علي مظلوم بو أكواد ود كواد ود اتو بيت شي بكي مظلومة بسرخي اي بيت شي لظالم كي اي بي قصيب يا بولي بيشكي انتو سكاتي بيبكي ايوان وانا بولي لاي اوان هاركسي دجي معاوية ابو سفيان ويزيد اوانا نبي وقصيان بينا سكاتيان بينك او هر مسلمان نية ابي تبراي ليبكي كاو همو اهلي سنة اقريتو باشا لبرشي لبرو بيبا مسلمان وبشجيري أهل بيت كي كاما نظرية كي بطالة لا استايا بها مان شوى بريتيالا نظرية إمامة يا كم عقدي رفض بريتيالا دانان بإمامة وإمامات للا الروافض ركني أساسي دينا ركني أساسي دينا أوي إيماني بينا بي يا شكي بيها بي كافر للا الروافض حركز به وإمامة للا أوان شان خالك يا كم يعني لين الإمامة الإمامة من الله الله جل جلاله إمامة دياري كردو منصوص عليه خوي دياري كردو دقي لسرة آيات تأويلة كان أحاديث دروهن باشا هل بسراو كإمامة كان أمدوان زدانين لعلي كوري أبو طالب وكان يتاوك ويتسر مهدي شوالا في السير دابا كيف صامر آية طبعا أما مفيد أم قمر آية دائنا كسيري أنكر حسني عسكري من آلي نابي من آلي كيبوه نعي محمد بس ايكوا تيان شوتا نو من اركي صامرا بس هارك انت ايت درو اما مفيد كيك يكل تشوار شيخ قوركي شي على قل كل يني تبرسي واوانا او ام نظري اذا انا خس ديني انا ولا هش صطك انا وتا اسجبا ها ليز الشاور ان سر دابك بيت درو خاليه كم لايوان امامه منصوص عليه ولا لان الله به بو الان لان الله به بو يقتو ايمان بينه بو كافر بي قتوش تقرا تقيدوك على الان الله واتو دوميان امام عالم الغيبه غيبه زاني يعني وانا زاني كوتو تباشا دانا نمبدو انظر امامك انا نال تور كافر يا بدان بويا ابني عالم الغيب ايش سيميان امام معصومه وكفي غمران امامك انا معصومه بدان بوش ابني بداني بياني تور كافر يا بدان بني بدوانا كيكاشا شوارميان امام تكوينية يعني شيء يعني لكونا دا صلاته ربوبيتك بوي أبي اللي بباريته اللي دعواكي مدتي اللي بكيتو هاواري اللي بكيتو سواني بي بخيتو بابتا أقر قناعتنا بإمام تصرفاتك لكونا تور كافري أما شوارم بينجميان يعني
إمام ولايته لتشريع تواني حرام حلالك وحلال حرامك قلت وقناعت وانا بك كافر بي ششميا إمام نائبي هيا نائب كشي دا صلاة كاني أوي هيا قريمان بين بك كافر بي سخامنا نائب كيدي دا صلاة كاني أوي هيا إيمان بين بك كافري حوتميان أوي إمام وتي برسترا لقسي بيغمران يجي إمامة مرتبك لسرو مرتبه بيغمران الشيخ كاني حوضة كاني أن بأشكراها واري بوك هاربرو ليتوب نسي اعتقاده مؤممي الشيعة في الأئمة بوته هنا اعتقاد ما أنواع مرتبه إمامة لسرو مرتبه بيغمراتيو أما حوت خالة لإمامتها علين هركسي بوشي وبوحت خالة داني بأنه كافرة أو نظري بابلين إمامتها كاما يكي كتلا لا أختكاني بابلين أرافي ضبون إن شاء الله درسي دايات وشينا خزمتي تبكى والحمد لله رب العالمين.